بمناسبة الخير، وزارة الداخلية بتفعل المرحلة الخامسة من مبادرة كلنا واحد، لأن المبادرة دي الحقيقة نازلة في وقت في توفير، وإحنا عملنا قبل كده تقارير وقدمنا ونزلنا الشارع أخذنا رأي الناس وقالوا إن فعلا في وفورات، في فرق في السعر في الخضار وفي الفاكهة، في حاجات مستلزمات المدارس مثلا برضو لما اتعمل المعرض ده أسعار بشكل عام مخفضة يعني. ودي الحقيقة كان الرئيس مأكد عليها وقايل إنه لازم الوزارات كلها حتى الوزارات اللي مش خدمية لازم تكون برضو ليها دور في فكرة نحاول ندعم الأسعار. تعالوا نشوف مع بعض كده جزء من منافذ البيع لمبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية بتفعل فيها المرحلة الخامسة لتوفير الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة. يبارك لك يا سيدي عشان الاوضه بره ب 10 جنيه هنا ب 5 جنيه.